عقدت وزارة الصحة أمس مؤتمر لمكافحة الأمراض المعدية في أمكنة العمل بحضور محلي وأقليمي وعالمي، نظرا لأهمية المؤتمر وموضوع الذي يسلط الضوء على جانب مهم جدا في حياتنا الصحية. أكيد عبد المحسن، يسعدنا اليوم نتحدث عن هذا الموضوع المهم مع ضيفنا الدكتور أحمد الشطي، رئيس مؤتمر مكافحة الأمراض المعدية في أمكنة العمل. يسعد صباحك، حياك الله. أهلا وسهلا، سعيد أن نجدد اللقاء في عنوان آخر، نرجو أن يكون في فائدة للأخوة والأخوات المشاهدين. بلا شك، أكيد بتطلع معك ومع السادة المشاهدين في هذا التقرير، تالي نواصل هذا الحديث الجميل. لا شك أن التعرف على المخاطر المهنية والأمراض المعدية في مكان العمل أمر ضروري لتفادي الأخطار والأمراض والأوبئة التي قد تقابلنا في بيئة ومحيط العمل. فتسليط الضوء على طرق مكافحة الأمراض المعدية وتثقيف العاملين في مجالات الصحة وكذلك تدريب الكوادر الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة يعتبر أولوية للوقاية من هذه الأمراض ورصدها للقضاء عليها. حياك الله دكتور. مؤتمر مكافحة الأمراض المعدية في أمكنة العمل، ما أهمية يعني مثل هذا الأمر اللي يكتسبه هذا المؤتمر انطلاق من عنوانه ومن أهدافه؟ عندما نتكلم عن العنوان نتكلم عن أمراض معدية وصحة مهنية اللي هي في أمكنة العمل. التزاوج بينهم يثري وهو جديد لأول مرة على مستوى الإقليم، وبالتالي استقطب كثير من الاهتمام. على مستوى الأمراض المعدية طبعا يمكن إحنا في الكويت دائما نتكلم عن الأمراض المزمنة، ضغط وسكر وربو وشغلات وقلب والأشياء هذه، لكن عندما نتكلم عن أمراض معدية لا شك أن إذا جاءت تصير على مستوى العالم. يعني في ذهننا مثلا الملاريا، الايدز، التهاب الكبد الوبائي، الانفلونزا الموسميه، الكورونا، كل هالشغلات اذا جاءت يصبح العالم قريه صغيره. الان منظمه الصحه العالميه مثلا فخوره جدا انها استطاعت من خلال الاهداف الانمائيه الالفيه انها توفر 50 مليون روح من خلال جهد متضافر لتقليل العبء الوفيات والمرض من الامراض المعديه. في نفس الوقت هي تحذر من أنه 4 مليون يتوفون سنويا بسبب الإيدز، التهاب الكبد، السل، الملاريا والأمراض المدارية الأخرى. فبالتالي هناك هذا التوازن. إذا أسقطنا على أمكنة العمل إحنا نتكلم عن مناشط اقتصادية كثيرة، وما عاد كما في ذهننا لما نتكلم عن بيئة عمل إحنا نتكلم عن صناعة ولا زراعة ولا حتى نسميها صناعة الصيد الأسماك كذا. لا، اليوم التعليم صناعة، الطب صناعة، الترفيه صناعة، فكل منها هناك في مخاطر مهنية يجب أن تعد صاحبك أو من يأتي للعمل تحت عنوان حق المعرفة أنه شنو المخاطر اللي شنو هي بالضبط. هذا اللي أنا بسألك إياه، المخاطر المهنية، المخاطر مجموعة اللي لازم أعرفها كل واحد يعمل في بيئة عمل. أيوة، يعني عندنا مخاطر كيميائية، عندنا مخاطر فيزيائية، بيولوجية، ميكانيكية، نفسية والأرغونومية، كيف تختار الكرسي لائم خاصة إذا كان شغلك طول الوقت كذا. إحنا إسقاطنا يأتي بالدرجة الأولى لصناعة الصحة. حلو. للمستشفيات كثير منا لما يدخل يحتاج جرعة توعوية ومهارة ومعرفة ثم أدوات لحماية نفسه. 4 من كل 10 يصابون بالتهاب الكبد الوبائي هم الطاقم الطبي. 2 من كل 100 يصابون بالإيدز هم من الطاقم الطبي. فبالتالي هني تحتاج أنت أن ترتفع بمستوى الوعي. لذلك حقيقة اليوم لما إحنا نتكلم عن شراكة ما بين وزارة الصحة ما بين الأكاديمية
بالتحديد كلية الصحة العامة جامعة الكويت. صحيح. عندنا عميد كلية الصحة العامة في الدمام، عندنا من يمثل كلية الصحة العامة في الإسكندرية، كلهم يأتون شغفا في هذا الموضوع. صحيح. لما نتكلم عن وزارة الصحة نتكلم عن إدارة الصحة المهنية، نتكلم عن إدارة الصحة العامة، نتكلم عن إدارة منع العدوى، الاعتماد والاعتراف، المختبرات. لا شك أن هذه الخلطة تمازج في الأخبار في الخبرات. ليش؟ لأن أول للأسف كانت الناس لما تعمل تمشي بالتوازي، اليوم لا، كلنا نقعد على طاولة مستديرة ونبدأ نتناقش في مثل هذه المواضيع. اليوم لما نتكلم عن التعريف بالخطر في نفس الوقت يجب أن يكون هناك نظام تسجيل، لو بالغلط صار فيه وخز إبرة، لو بالغلط أصبح هناك يعني خصوصية. أيام أنا أتذكر الكورونا والإنفلونزا كنا نحرص على أن يكون في غرف عزل حتى لا تنتشر العدوى وتأثر على الناس. لما نتكلم عن 500,000 يموتون سنويا بالإنفلونزا الموسمية، لما نتكلم عن لما الكورونا اللي هو أصله كان من الجمال من السعودية، أمس كان هم يعرضون أكثر من تأثر في كوريا لأن كان عندهم شركات التقطوا مثل هذا الميكروب، راحوا هناك وتوفى عندهم يمكن 38، توقفت 136 مدرسة، المصابين تعدوا 1000 وكسور. فمثل هذه لا شك أن لها استخلاص عبر. صح. بنفس المنطق لما نصير في جائحة أو فاشية أو وباء لابد أن نعزز الصناعات. ماذا تعمل لو انتشر بين موظفينك؟ كيف توزع الأدوار؟ كيف تتعامل مع هذه الأشياء؟ هذا لا شك أنه شيء مفيد. أضيف أقول هناك 3 ورش عمل، ويسعدني أني أقول تسجيل لها من الخليج أكثر من الكويت بعد. اليوم عندنا عن تقييم الخطر، ونتكلم فيه عن مدى استحقاق البدلات، مثلا التلوث، الخطر، الضوضاء، العدوى، مع التعاون مع ديوان الخدمة المدنية، وفي نفس الوقت كيف نقيم المهن الشاقة والخطرة والضارة اللي تنحسب كل سنة خدمة سنة ونص في رصيدك اللي عقبه يمكن أن تتقاعد وما إلى ذلك. هذه ما هي انطباعية، هذه موضوعية. صحيح. لها مرجعية، فإحنا نحتاج كثير من نشر المعرفة هذه لأن تسهل علينا. بدلات ديوان الخدمة المدنية نتكلم عن 33,000 طلب نعمل معهم. صح. لا شك أن هذه تحتاج جهد وتواصل وتعاون، فاليوم احنا ننشئ منصة للتعاون في مثل هذا الجانب. الجانب الآخر، إدارة الصحة العامة سيكون عندهم ورشة عمل عن التطعيمات. حلو. وأمانة في لحظة احنا كنا نفخر أن نسبة التطعيمات عندنا تعدى 98%. صحيح. فكل المجتمع مغطى، لكن الآن بدأت تطلع بعض الأصوات التي تشكك في جدوى التطعيمات. إيه، والآن يدفع ثمنها من بدأ فيها. مثلا اليوم كانت مثل الصدمة في بريطانيا أنه أصبح عندهم جيوب للحصبة. ومثلا الآن إحنا كنا بعد ما استأصلنا الجدري كنا على وشك كنا نستأصل الحصبة، بس لأنهم ما أخذوا التطعيمات هذا اللي يحصل. الآن إحنا نحاول نستأصل التهاب الكبد الوبائي سي، التهابات أخرى. لا هذا كله من خلال التطعيمات. التطعيمات كل مثل التهاب الكبد الوبائي بي يحمي، وبالتالي احنا في الكويت الطفل وهو صغير ياخذ التطعيم. صح. هذا. صح. ومثلا لما تتكلم عن التطعيمات الاخرى لا شك انها تحمي من الاصابه، واذا اصبت الاعراض تكون اقل قسوه، وتحميك من المضاعفات. كل يعني مش ورا الدراسه المشككه، فشوي في ناس قاعد ترجع لورا. لاحظوا انتوا احنا كان عندنا حمله تطعيمات الشتاء. صح. وتكلمنا عن اهميه التطعيم للانفلونزا، وقلنا ان كبار السن، الاطفال، الحمل، المدخنين، الامراض المزمنه، الضغط، السكر، الفريق الطبي كله. صحيح. يعني انا شخصيا هذا الموسم الحمد لله اشعر ان كان يعني ما شعرت في التهاب مع كثره من يعاني من حوالي. انا اعزو ذلك حقيقه للتطعيمات، وانصح حقيقه من هذا الموقع ان كل شخص يحرص على اخذ الانفلونزا لان الساعد كثير. انا معك في هذا الشيء. الشغله الثانيه، انتم كان عندكم ضيفه قبل شوي تكلمت عن نظافه اليد ومنع العدوى وكذا. صح. هذه ورشه اخرى، وهذه حقيقه من ضمن الاشياء اللي احنا الان
لازم نركز عليها. صحيح. منظمة الصحة العالمية تقول هناك من 12-15% من كل مرضى العناية المركزة يلتقطون العدوى في المستشفيات. وفي الدول النامية من 2-20%. ولا شك أن هذا يعني قد يزهق أرواح، قد يضاعف المضاعفات طبعاً، ويمدد البقاء في السرير بحد ذاته. دائما احنا ندعو الناس يتوفى أكيد الشخص. فبالتالي احنا نقول تجنب الزيارات غير الضرورية للمرضى، خاصة للأطفال واللي مناعته ضعيفة، لأن قد يلتقط بعض الأمراض. كانت فرصة حقيقة للتحاور مع الدكتورة خلود الفضالة والدكتور أحمد المطوع في طرح تجربة الكويت في هذا الجانب، وأهمية الالتزام بالجوانب اللي هي النظافة، الحرص على اتباع التعليمات. لأن هني احنا مو فقط، وهذه ودي أكد عليها، عندما نتكلم عن سلامة العاملين تلقائيا احنا نتكلم عن سلامة المرضى. المرضى صحيح. فبالتالي لانه هو اللي يتعامل معاه بشكل مباشر. انت قد تزوره وتروح البيت، لكن هذا اللي يكون متواجد معاه ساعات. دكتور، خلينا نعود للمؤتمر. واذا تكلمنا عن انتشار الامراض المعدية في بيئات العمل، كيف ترى انتشارها؟ هل في معدلات الطبيعية، تزايد، تناقص؟ انت تحتاج نظم تسجيل، وحنا الان وخز الابر في نظام تسجيل. عندنا التهاب الكبد الوبائي، يعني أمس كان نقاش ساخن، لأن في منظومة مجلس التعاون ما بيقول للأسف، لكن كل غير مواطن يصاب فيها يعني يعفى من عمله ولا يعين بالأصل. أحيانا نقول لك لأن أنت تبتحمي صحة المجتمع، أحيانا لأن تكلفة العلاج تكون كبيرة. فمن باب أولى أنت عندما تختار الشخص اللي ما يعاني من أي شيء. لكن من ضمن الأشياء اللي طرحت وكانت فيها نقاط إيجابية، اليوم أصبح بالإمكان علاج التهاب الكبد الوبائي سي، وطبعا معروف أن هي وبائيا أكثر انتشارا في مصر وفي باكستان. صحيح. اليوم أصبح أكثر بتفاؤل يمكن علاج مرضى الإيدز، وهذا يعني شيء العلم يفخر إنجاز. فيه، لكن لا شك أن هذا مكلف، فبالتالي لازم ما تجازف بالتركيز على العلاج دون أن يكون هناك مساحة من الوقاية، من التعليم، من توفير الوسائل الوقاية، من التدريب، من زيارة هذا العنوان بين كل فترة وفترة. لأن تظل كل الجهود أرخص من غلاء الإنسان أيا كان. فهذه من ضمن الأشياء حقيقة اللي احنا نركز عليها. اليوم احنا في مشاريع وزارة الصحة، مستشفى الأمراض السارية يعني سيكون مجهز مو فقط للتعامل مع المرضى، راح يكون في عناية مركزة، لأن معروف أن بعض الضحايا يدخلون في مضاعفات ما لها أول وآخر. نحتاج حقيقة أن نزيد الوعي، لأن من يتعامل مع التعرض ل خلينا نقول السوائل الآدمية، سواء اللعاب مثل الأسنان، سواء الدم مثل الجراحين، أمراض النساء كذا، يحتاجون أن يطعمون نفسهم التهاب الكبد الوبائي بي مثلا، لأن هذا معروف طريقة انتشاره. مثل هذه الأشياء حقيقة زيارتها بالتعاون اللي يصير بين كل التخصصات، يعني احنا الفنيات والفنيين اللي يشتغلون في المختبرات يحتاجون جرعة معرفية من حق المعرفة عشان يحمون أنفسهم. ماذا يحصل إذا سجلوا مثل هذه الوخز الأبر؟ كيفية المتابعة؟ ماذا نعمل إذا حصلنا شيء؟ أنه دكتور أحمد، كلامك متم. يمكن شو هي أخطر أنواع الأمراض انتشارا في بيئة العمل وملاحظة بشكل كبير اللي خلاكم على إثرها أنكم تتجهون لعمل مثل هذا المؤتمر بسرعة قصوى؟ احنا مؤخرا بدأنا نهتم ببيئة الصحة والسلامة في المنشآت الصحية. وجدنا أن هناك ارتباط يمكن منعه بمراهنة على مستوى الوعي اللي هو عند الفريق الطبي. نعم. الإيدز والتهاب الكبد. صحيح. وجدنا كذلك أن عندما تأتي الأمراض الموسمية خاصة مثل الإنفلونزا، يمكن الوقاية منها للفريق الطبي، فبالتالي أنت تستثمر وتوفر كثير على مستوى التكلفة، على مستوى الأيام الإجازات المرضية، على مستوى التواصل. لأن المريض إذا استمرض مو بس هو يمرض، ربما حتى محيط أسرته، محيط زملائه. فهذه من ضمن الأشياء اللي حنا نعول كثير عليها في إيصال الرسالة. وأمس حقيقة كان يعني يسعدنا بشكل خاص وجود أبو الخدمات الصحية اللي هو الدكتور عبد الرحمن العوضي، واستعبر كثير من ذكرى
المستشفيات في منظمة الصحة العالمية، وهو بالمناسبة من وقع وثيقة الأرض في استئصال مرض الجدري، ولأول مرة كان لابس الزي الرسمي الدشداشة أقصد مو البدلة، فهذه كانت لحظة تاريخية لازالت في الذاكرة. فكان هناك كثير من النقاش الممتع سواء مع عمداء الكليات، سواء مع مدراء الإدارات، مع الاستشاريين اللي موجودين، وربما هذا يحقق أهداف المؤتمر اللي هي في التعارف، تحديث المعرفة، تبادل الخبرة، والوصول إلى تشبيك. التشبيك يتم على مستوى أفقي عمودي مع المنطقة، مع منظمة الصحة العالمية، وهذا ما تم. بارك الله فيكم دكتور، جهود طيبة. وعن نفسي أنا للأمانة أقول لك أنا أتابعك ونشاطك كبير، وكمتحدث أيضا باسم وزارة الصحة دائما تعطينا الأخبار أولا بأول في السوشيال ميديا. مشاهدينا كل الشكر لضيفنا الدكتور أحمد الشطي رئيس مؤتمر مكافحة الأمراض المعدية في أمكنة العمل، شكرا لك. أهلا وسهلا.